بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي على قناة محمد عبدو للترم الاول مع مادة الرياضيات للنظام الجديد الفصل الدراسي الاول، ولقائنا من خلال كتاب التلميذ مع المحور الثاني العمليات الحسابية والتفكير الجبري والإحصاء وتحليل البيانات، والوحدة الخامسة المتغير التابع والمستقل، والمفهوم الأول فيها استكشاف العلاقة بين متغيرين. ولقائنا النهاردة مع درسنا الأول من الوحدة الخامسة بعنوان استكشاف العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا إيه وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. قبل ما أبدأ بس بذكر حبيبي، وبرضو في نفس الوقت بعرف اللي أول مرة يدخل على فيديوهاتي، شرح كتاب المدرسة وبرضو مراجعات كتاب الأضواء موجودين على قناة اللي احنا شغالين عليها محمد عبدو، بالإضافة لمفاهيم المرحلة الابتدائية الأساسية اللي بتتعرض لها في الامتحانات في التراكمي بتاعها. ده كله على قناتي محمد عبدو، وعلى قناتي معلم الرياضيات للترمين منزل مراجعات لسلاح التلميذ. الاربع حاجات اللي قلتهم دول هتلاقيهم في شاشة النهاية في اخر دقيقة في الفيديو، يعني تضغط على الصورة اللي انت عايزها، مجرد ضغطة تنتقل اليها مباشرة، مش محتاج لا تسأل ولا تستفتر. بالاضافة لكل اللي انت محتاجه من روابط تانية هتلاقيها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. تعالوا بينا نشوف افكار درسنا النهاردة اللي هو الدرس الاول في الوحدة الخامسة بعنوان العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. هدفنا من الدرس ده ان انت تقدر تستكشف تعريفات المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، تعرف هي ايه كل واحدة منها، وتطبق التعريفات دي اللي انت هتعرفها. برضو ممارساتك الصفية في داخل الصف انك هتفكر تفكير منطقي بشكل مجرد وبكمي، وفي نفس الوقت هتقرر او تحدد الاستدلالات المنطقية اللي بتتكرر والتعبير عنها. يعني في حاجات هنكررها في الدرس بتاعنا عشان تتأكد عندك المعلومة بتاعتها زي ما هنشوف دلوقتي. تعالوا ندخل على اول مكون عندنا اللي هو مكون استكشف، بيقول لي هيا بينا الى الملاهي. هل ذهبت من قبل الى الملاهي؟ في اغلب الملاهي بتقدر تركب العاب الملاهي وتمارس العاب وتشوف حيوانات وتشتري وجبات خفيفة من اكشاك الطعام زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بيقول لي استكشف صور الملاهي وايه العلاقة الرياضية اللي بيمكنك ان انت تلاحظها في الملاهي. هقول له ببساطة شديدة جدا، العلاقات الرياضية اللي انا ممكن الاحظها في الملاهي هي اذا كان مدام رياضية يبقى هندسة وحساب واحصاء، يعني هنتعامل مع الهندسة ان احنا هنلاقي فيها اشكال زي ما شفنا دلوقتي كده في الصورة بتاعتنا، سواء اذا كان دوائر او مربعات او غيره. برضو بالالعاب بتاعتنا بتعتمد على علاقات بين المسافة والسرعة والزمن والزوايا. في الاحصاء بقدر احلل بيانات الملاهي والعلاقة بين عدد الزوار والإيرادات بتاعتها، يعني كعلاقات بيانية مثلا. شيء مهم جدا ان انا استكشف علاقات رياضية داخل المباني الملاهي. طبعا هو بيعمل كده عشان خاطر يديلك شوية خلفيات عشان يدخل على الدرس بتاعنا. تعال نشوف الجزء اللي بعد كده اللي هو جزء الصور اللي احنا شايفينها قدامي دي، التذاكر، شباك التذاكر، العجلة الدوارة، السفينة، الارجوحة، كشك اللعب، والاكشاك بيع بيع المنتجات. بيقول لي اتكلم، تعال نتكلم مع بعض وناقش زميلك
أي علاقة رياضية بتلاحظها في المعلومات الموجودة في الصور. يعني لما هتبص للصور دي هتلاقي فيها علاقات إيه؟ تعال نشوف كده شباك التذاكر والعجلة الدوارة والسفينة والأرجوحة وكشك البيع. تعال نشوف كده في الحاجات دي إيه. نبدأ بأول حاجة عندنا التذاكر. طبعا أسعارها بتعتمد على عوامل مختلفة، يعني مثلا نوع اللعبة اللي انت هتلعبها ايه، عدد المرات اللي انت عايز تلعبها ايه، دي بتأثر على المبلغ اللي انت هتدفعه مثلا او السعر بتاعها. طيب العجلة الدوارة، العجلة الدوارة عندي فيها دوائر، فيها نسب، فيها تناظر، فيها مسافة، فيها سرعة، فيها زمن. طيب برضو لو شفنا السفينة، السفينة في داخل الملاهي أشكالها هندسية كتيرة، يعني تلاقيها فيها مربعات. لو بصيت للصورة كويس يمكن تكون عندك في كتابك أوضح شوية، تلاقي فيها مربعات ومستطيلات ومثلثات، والسفينة بتعتمد على قوة الجاذبية عشان ترفعها لأعلى فوق سطح المية، وبعدين بتسقط مرة أخرى السفينة بعد كده. طيب لما نتكلم على الأرجوحة، طبعا دي حوارات هتدور بينك وبين زميلك، فأنا بديك أمثلة لها، لكن أنت ممكن طبعا تضيف حاجات بأفكار من عندك تانية. ما تلتزمش دايما باللي أنا بقوله، لأن احنا طالبين فكرك وإبداعك. الأرجوحة عندي بتتكون الأرجوحة من دائرة متصلة بقضيب، وبتتحرك الأرجوحة في حركة دائرية مع تغيير الزوايا الزاوية بتاعت الميل بتاعها لما بتتحرك. طيب لما نيجي بعد كده الكشك الطعام اللي موجود عندي، طبعا بيبقى فيه أطعمة مختلفة في نوعها وفي سعرها. طب بعد ما شفنا الكلام ده، تعال نشوف الجزئية بتاعت تعلم وفكر، مقسومة إلى جزئين. تعال نشوف الجزء الأول بتاعها بيقول لي إيه. بيقول لي تحديد العلاقات، استخدم المعلومات عن الملاهي من الصور اللي انت شفتها عشان تكمل المهام التالية. جايب لي هنا صورة لقطار الملاهي برضو، عدد تذاكر 6 تذاكر كمثال يعني. فهنا بيقول لي أنا عايزك بقى تكمل المهام اللي هنقولها دي. المهمة الأولى، اوصف علاقتين رياضيتين بين مختلف اجزاء الملاهي. يعني هقول له على سبيل المثال، انا عندي قطار الملاهي ده عبارة عن مسارات اللي هي الدائرية اللي بيتحرك عليها القطار بتاعنا. فبالتالي بلاقي ان احنا عندنا المسارات دي بتتأثر ب او يعني بسرعة القطار، لكن احنا هنتعرض للعلاقتين دول من خلال صور تانية، لان هو هيجيب قطار الملاهي في سؤال تاني. يعني بيقول لي صف علاقتين رياضيتين زي ما قلنا بين مختلف اجزاء الملاهي. فهنقول له مثلا بتزيد السرعة بتاع دوران الارجوحة كل ما زاد وزن الركاب، يعني كل ما اللي بيركب اكتر السرعة بتزيد. طب برضو في حاجة تانية، في ده العلاقة بتاعت سرعة دوران الارجوحة كل ما زاد وزن الركاب. طيب ممكن تجيب علاقة تانية بقى، انت اي علاقة تانية مناسبة زي دي كده، يعني مثلا عدد التذاكر مثلا، او بلاش تذاكر، او تذاكر الالعاب بتختلف على حسب نوع الالعاب مثلا، او بتتوقف على نوع الالعاب. امثله كتيره لها ممكن تجاوبها. طيب تعال نشوف برضو، لو قال لي اختر احدى العلاقتين عشان تشرح كيفيه تبعيه القيم لقيمه اخرى. يعني طول المسارات هي قيمه مستقله، وانها قيمه ما بتعتمدش على اي قيمه اخرى. يعني سرعة القطار مثلا هي قيمة تابعة، يعني قيمة بتعتمد على قيمة أخرى. إذن عايز يقول لي المستقل هو إيه والتابع هو إيه. إن المسارات طولها ده قيمة ثابتة
وبالتالي ما بتخضعش لأي قيمة تانية، ما بتعتمدش على أي قيمة تانية، فبسميها مستقلة. لكن سرعة القطار بتاعنا بتتوقف على قيم أخرى، وبالتالي على حسب وزن الركاب، على حسب طول المسارات زي ما بنقول كده يعني. طيب تعالى نشوف بعد كده، بيقول لي استكشاف علاقة مثل السفر في السعر، آسف، السعر في هيئة تذاكر عشان نركب قطار الملاهي باستخدام طريقتين أو أكتر، جدول أو تمثيل بياني أو نموذج أو مخطط أو تعبير رياضي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لي إحنا هنتعامل مع، خدوا بالكم، قيمة التذكرة، قيمة التذكرة والألعاب بتاعتنا. فهنا بيقول لي اشرح ازاي يمكنك استخدام تمثيلات عشان تعرف عدد التذاكر اللازمة لركوب قطار الملاهي 8 مرات. يعني في عدد تذاكر وفي عدد مرات الركوب، وبالتالي هو طالب هنا انك تستخدم طريقتين او اكتر، زي الجداول، زي التمثيل البياني، زي النموذج، زي المخطط، زي التعبير الرياضي. تعال نشوف الكلام ده ونشوف العلاقة بين عدد التذاكر وبين عدد مرات الركوب. يعني لما اخد مثلا على سبيل المثال تمثيل بياني لها، هاخد بالشكل اللي قدامي ده زي ما احنا شايفين، معلش عشان ما فيش مكان، مع ان موسع انا جامد يعني، وشايل من صفحات حاطط في صفحات تانية عشان توسع، معلش. باخد المحور الافقي بتاعت من تحت، هو عدد التذاكر بتاعي 2 4 6 8 10 وهكذا، وانا ماشي لغاية 20، ماشي بمقياس 2. ومرات الركوب 0 1 2 3 وهكذا لغاية 10. فبيقول لي هنفترض ان، خدوا بالكم، تذكرتين 2 يبقى ده هيركب مرة واحدة، هتلاقي قصاد الواحد العمود اللي طالع. طيب لو 4 تذاكر هيبقى 3 مرات يركب بيها، اسف، 2 مرات يركب فيها. لو هي 4 مرات، 4 مرات هيركب 2، يعني 2 مرات هيركب، او تذكرتين، يعني تذكرتين هيركب مرة واحدة. طيب 4 تذاكر هيركب 2، تمام. طيب 6 تذاكر هيركب 3 مرات، يعني كل تذكرتين لمرة في الركوب. طيب لو مشينا مثلا ل 8 هتوصلني لغاية 4 مرات. طب لو وصلنا ل10 هنلاقيها 5 مرات. طب لو وصلنا ل12 هنلاقيها 6 مرات. طب ل14 هنلاقيها 7 مرات. لو 18 تذكرة هتوصلني الى، احنا خدنا كام، 16، اسف، لو 16 تذكرة هتوصلني ل8 مرات. اذا ال8 مرات دول هيحتاجوا عدد تذاكر اللي هي كام، 16 تذكرة. ده كان المثال اللي بالرسم البياني، معلش انا اسف جدا لصغره، بس يعني واضح انا يعني شايفه، لان احنا عارفين الرسم البياني وفاهمينه يعني، والبيانات انا قريتها دلوقتي، عشان بس ما حدش يقول الخط صغير، لان انا تعبت من القصه دي، انا كبرت على قد ما اقدر يعني. طب تعال نشوف لو قال لي مثلها في ايه تاني، في نموذج او مخطط او جدول، نعملها له في جدول اسهل لنا واوضح شويه كمان من التمثيل البياني. يعني هقول له عدد التذاكر لو خدت تذكرتين هركب مرة واحدة، لو خدت 4 تذاكر هركب 2، لو خدت 6 تذاكر هركب 3 مرات، لو خدت 8 تذاكر هركب 4 مرات، 10 تذاكر 5 مرات، 12 تذكرة 6 مرات، 14 تذكرة 7 مرات، 16 تذكرة 8 مرات، اللي هو بيسأل عليها دي. إذن استخدم التمثيلات بتاعتي بتوضح لي ان عدد التذاكر عشان اركب قطار الملاهي 8 مرات هي 16 تذكرة. انا ممكن بقى هنا
استغل الفرصة واجيب له تعبير رياضي من التعبيرات اللي احنا خدناها. بمعنى ان انا لو قلت عندي عدد التذاكر هو اكس، تمام كده؟ طب عشان اجيب عدد مرات الركوب بعمل ايه؟ انا بتعامل مع عدد التذاكر الاقي نصه هو عدد مرات الركوب زي ما احنا شايفين، يعني قسمته على 2. يعني اقول له إذا كانت إكس بتمثل عدد التذاكر فإن التعبير الرياضي لعدد مرات الركوب هو إكس على 8، وممكن أعملها إكس بسط وعلى 2، آسف، إكس بسط واتنين مقام، وممكن أعملها بحاجة تانية كمان، نص في إكس، وممكن أعملها حاجة رابعة كمان، نص إكس من غير في، خدتوا بالكم؟ إذن ده تعبير رياضي بيعبر عن الاكس اللي هو عدد التذاكر اللي هو المتغير المستقل بتاعي. اذا عدد التذاكر، لان هو بيسألني بعد كده بيقول لي بعد ما قلنا الكلام ده تحدث مع زميلك برضو وشوف ايه التشابه بينهم والاختلاف بين الاشكال اللي احنا تعاملنا معاها وعملناها جدول بياني و رسم بياني وتمثيل بياني يعني وجدول وتعبير رياضي، شوف ايه اوجه الاختلاف. وطبعا دي بتمثل من خلال الاعداد والرموز، ودي بتمثل من خلال جدول، ودي بتمثل من خلال اعمدة، وطبعا كل واحدة مختلفة في شكلها عن التاني. لكن المهم عندي مين اللي ما بيتغيرش بغيره؟ هو عدد التذاكر. انا باخد عدد التذكرة، انا بحدده عدد التذاكر اللي هاخدها، بعد كده بيتغير تبعا لعدد التذاكر دي مرات الركوب، اللي بيتغير تابع ده لمرات الركوب اللي هي مرات الركوب يعني بيبقى ده متغير تابع. اذا انا عندي نوعين من المتغيرات، نوع بسميه متغير مستقل اللي هو الثابت ما بياخدش قيمة الا للجزء اللي احنا قلناه فوق هنا ده اللي هي القيم اللي بتعتمد على قيمة اخرى، ده متغير تابع، واللي ما بتعتمدش على قيمة اخرى ولا قيمتها الثابتة ده بقول عليه متغير مستقل، تمام؟ اذا المتغير المستقل الثابت عندي هو عدد التذاكر، اللي بيتغير تبعا لعدد التذاكر لما بتتغير بسميه متغير تابع اللي هو عدد مرات الركوب. ارجو ان انتوا تكونوا استوعبتوها، لسه هنكرر كتير تاني في الموضوع ده. طيب تعال نشوف، بيقول لي كمل لي كده الفراغات في الجمل التالية بواحدة من العبارات المعطاة عشان توضح اي منها بيتبع الاخر، استخدم كل العبارات عشان تكون ثلاث تبعيات مختلفة. فهو جايب لي هنا مدى ضحكك، وهنا ما تنفق تذاكرك عليه، وهنا الموجود في قائمة الطعام، وهنا إلى أي مدى المزحة مضحكة. طيب الجزء ده هيخليني أقول إيه هنا بقى؟ إن هو بيقول لي في نمرة ألف بتعتمد على أنواع الألعاب اللي أنت بتفضلها. طب مين في دول اللي بيعتمد على عدد أنواع الألعاب اللي أنا بنفقه؟ يعني ما تنفق تذاكرك عليه اللي انت بتدفعه يعني، هيبقى ما تنفق تذاكرك عليه بيعتمد على انواع الالعاب، على حسب نوع اللعبة بيتوقف الايه اللي انت هتنفقه عليها. طيب جيت رقم به قال لي ما تطلبه من كشك الطعام بيعتمد على ايه؟ بيعتمد طبعا المناسب لها هي الموجود في قائمة الطعام، وبالتالي هقول له بيعتمد على الموجود في قائمة الطعام. يعني انا هطلب من الكشك ايه؟ هطلب اللي موجود عنده، وبالتالي يبقى اللي موجود في قائمة الطعام. طيب ايه بيعتمد على ايه بقى؟ هات كده حاجة من عندك. مدى ضحكك بيعتمد على مدى المزحة المضحكة، يعني اذا كانت المزحة جميلة جدا فبتضحك اكتر، اذا كانت المزحة النكتة بايخة يبقى بتضحك ضحكة اقل او بتجامل زميلك عليها. فبالتالي هقول مدى الضحك بيعتمد على ايه؟ مدى ضحكك بيعتمد على ايه؟ على مدى المزحة مضحكة ولا لا، اي مدى المزحة مضحكة. طب بعد كده
بيقول لي بقى ممكن تيجي تتكلم مع زميلك في بعض العبارات، بعض هذه العبارات تابعة والأخرى مستقلة. إيه المقصود بالكلمتين؟ يعني العبارات دي فيها تابع وفيها مستقل. عندي حاجة بتعتمد على حاجة، واخدين بالكم؟ بتطلبه من كشك بيعتمد على اللي موجود. الضحكة بتضحك بناء على مدى المسحة المضحكة. طب بيقول لي ممكن بقى تقول لي تعريف محدد لكلمة تابع وكلمة مستقل في تعريفك؟ بسيطة جدا، قلناها من شوية ونعيدها تاني كمان، ان المتغير المستقل هو عايز التابع والمستقل. بقول له هو المتغير اللي ما بيعتمدش على اي متغير اخر. خدتوا بالكم معايا؟ زي حتة تذاكر القطار اللي كنا اللي قلناها من شوية. طيب والتابع بقى؟ هنا التابع على حسب المتغير الاخر، يعني بيعتمد عليه. ده اتغير بقى 5 يبقى ده يزيد، ده 7 بقى يزيد اكتر، وهكذا. اذا المتغير المستقل متغير لا يعتمد على اي متغير اخر. متغير التابع هو المتغير حتى من اسمه باين، يعني بيتبع لغيره، يتغير على حسب ما يتغير غيره. لكن المستقل ما بيتغيرش على حسب ما بنختاره احنا في البداية وخلاص. طب نيجي للسؤال الثاني، اي جزء من الجمل التي اكملتها فوق مستقل، ومين اللي هو اكملتها مستقل، واي جزء تابع؟ ناقش المصطلحين دول مع زميلك. لو شفنا الجمل اللي فوق، ما تنفق تذاكرك عليه بتعتمد على انواع اللعب. اذا على حسب انواع اللعب انت بتنفق عليه، مش كده؟ طيب يبقى هقول له الجزء الثاني مستقل، انواع اللعب مستقله، اللي انت بتصرفه ده هو الايه التابع بتاعك. يبقى الجزء الثاني ده مستقل، وبرضه هنا الموجود في قائمه الطعام ده مستقل لان هو اللي موجود عنده ثابت، لكن اللي انت بتطلبه ده اللي بيتغير على حسب انت ما بتحدد. برضه نفس الكلام على حسب مدى الضحكه انت بتضحك، وبالتالي يبقى الجزء الثاني مستقل لكن الجزء الاول تابع لانه بيتغير بتغير المستقل. طيب بعد كده بيقول لي بقى ايه، ارجع لمثال قطار الملاهي وفكر في اي قيمة بتعتمد على الاخرى. عدد التذاكر التي تحتاج اليها، ام عدد المرات التي تريد فيها ركوب قطار الملاهي؟ كيف تعرف ذلك؟ هقول لك انا دلوقتي، انا لو قررت ان انا اركب 8 مرات، اذا ده بقى مستقل. خد بالك معايا، ركز كويس، هركب 8 مرات انا اللي قررته، يبقى ده مستقل. هاخد 16 تذكرة تابع للي انا قررته. خدتوا بالكم؟ اذا عدد التذاكر بقت تابع، خدوا بالكم من الكلام، عدد التذاكر بقت تابع، والمستقل هو عدد مرات ايه الركوب اللي انا قررتها. العكس بقى ممكن يحصل ازاي؟ يعني انا بشتري التذاكر، انا عايز 3 تذاكر خلاص، او عايز 4 تذاكر. ما دام خدت 4 تذاكر يبقى ده خلاص ثابت اهو، يبقى مستقل، يبقى انا هلعب لعبتين. خدتوا بالكم معايا؟ اذا بيتوقف على ظهور المستقل وظهور التابع. فعشان كده هو عرضك للحتة دي، ارجع للمثال بتاع القطار وفكر فيه اي قيمة بتعتمد على الاخرى، اذا كان عدد التذاكر اللي بتحتاج اليها، ولا عدد المرات اللي انت بتريد الركوب فيها. ده بيتوقف على اللي انت بتقرره الاول، يبقى ده مستقل، بناء عليه اللي هيتكرر بعد كده يبقى ده تابع. لو انا قررت عدد المرات وبناء عليها خدت عدد التذاكر، اصبح عدد المرات مستقل وعدد التذاكر متغير. والعكس برضو، اذا خدت عدد التذاكر وبناء عليه هلعب عدد من المرات، يبقى اصبح عدد التذاكر ايه مستقل وعدد المرات تابع له. اظن كده وصلت معاكم كويس جدا. عدد مرات الركوب بتعتمد على عدد التذاكر اللي بيتم شرائها، دي واحده. زي ما قلنا يعني هنا قررنا عدد التذاكر الاول اهو، بتعتمد على عدد التذاكر، وبناء عليها بقت دي ايه، بقت دي مستقل. عدد مرات الركوب يبقى ده تابع لعدد التذاكر. اذا بتختلف على حسب
ما انت شايف الـ 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 الوضع اللي بيحصل، بيحصل ايه وبعدين على بعد منه بيتبع له ايه. تمام حبايبي. طيب تعال نشوف جزئية تانية في درسنا برضو، اللي هو الجزء ب، المتغيرات التابعة والمستقلة. يمكنك تمثيل العبارات التي يمكن قياسها كميا باستخدام المتغيرات. يعني اذا كان تي مثلا بيمثل عدد التذاكر اللي بتحتاجها، وآر بيمثل عدد المرات التي تريد فيها ركوب قطار الملاهي، فما المتغير التابع هنا؟ احنا واقفين على نظام ان احنا بنحدد عدد التذاكر الاول، وبعدين بتبقى هي مستقل، وركوب القطار بيبقى تابع. وبالتالي هقول له ان عدد مرات الركوب R تابعة لعدد التذاكر اللي هي المستقل. تمام. دي الجزئية بتاعت فما المتغير التابع، يبقى عدد المرات تابعة لعدد التذاكر. تمام. يعني التابع هو عدد مرات الركوب، تابع لإيه؟ للمستقل اللي هو عدد التذاكر. طب الجزئية اللي بعدها بتقول المتغير المستقل هو المتغير الذي، خد بالك من الجملة دي قلناها قبل كده وبتتعاد تاني ومهمة جدا، لان هي المفهوم الاساسي بتاع الدرس، ان المتغير المستقل هو المتغير اللي لا تتحدد قيمته باي قيمة او متغير اخر، ولذلك يمكن تخصيص اي قيمة له انا بخصصها، انا هختار كذا الاول. تمام كده. المتغير بعد كده اللي بيتغير على حسب قيمة المتغير المستقل ده بسميه متغير تابع. جملة مهمة جدا بتلخص كل اللي قلناه، نحطها في كتابنا في قلب برواز كده ونستوعبها كويس ونكون فاهمينها كويس جدا. تعال بقى بيقول لي في مثال قطار الملاهي ما المتغير المستقل والمتغير التابع. عادها تاني اقول له ان التذاكر هي المستقل، وبناء عليها انا لعبت عدد مرات، يبقى ده التابع. هقول له عدد التذاكر مستقل، وعدد مرات الركوب هو المتغير التابع. طب كمل لي الجمل التالية وتأكد من تسمية متغير لتمثل كل قيمة تكتبها، واستعد لشرح كيف عرفت اي المتغيرات هو المستقل وايها التابع. بيقول لي هنا عدد البالونات التي اشتريتها هو بي، بيعتمد على ايه؟ هنا بقى عدد البالونات ده بيعتمد على ايه؟ والله على الفلوس اللي معاك مثلا، على سعر البالونة، ممكن دي وممكن دي، قيمة النقود المطلوبة اللي انا عايزها، اديها رمز عشان هو بيقول لك ايه هنا تسمية متغير. يعني اديله رمز من الرموز. طب اذا قيمة النقود المطلوبة انا عايز كام معايا اقدر ادفعه عشان اشتري بالونات؟ طب كويس جدا. او البالونة بكام عشان اشوف اللي معايا هيسمح اشتري عدد بالونات. اذا دي الجزئية بتاعت يعتمد على. طيب نقط تابعة لمقدار الوقت تي الذي ستقضيه في الملاهي. اذا ممكن اقول عدد الالعاب تابعة لمقدار الوقت، ممكن اقول عدد مرات اللعب مثلا تابعة برضو للوقت، على يعني على حسب ما انت شايف اللي هياخد وقت اطول في الملاهي ايه، يا عدد الالعاب يا عدد مرات الركوب. يا دي خليها عدد الالعاب، سميها اي رمز من الرموز دي مثلا او اي حاجة. طيب اللي هتقضيه في الملاهي. طب بعد كده ايه بقى بيعتمد على ايه؟ هات اي حاجة من عندك بقى انت تعجبك، اي حاجة. يعني عدد السندوتشات يتوقف على المبلغ اللي موجود معايا مثلا، مش كده؟ او اي تسميات تانية. طب هنا بقى هو بيقول لي ايه بقى في الاخر، اتكلم بقى مع زميلك اي متغير تابع في كل جملة واي متغير مستقل. هنبدأ بالاولى كده واحنا ماشيين، ده المستقل وده التابع واحنا ماشيين بالشكل ده، اسف ده التابع لان عدد البالونات بتخضع لقيمة الايه البالونة او تمن البالونة او قيمة النقود المطلوبة. نفس الكلام عدد الالعاب بيتبع لمين؟ تابعة لمين؟ تابعة للوقت اللي هيقضيه. يبقى الاولى تابعة عدد الالعاب، والتانية مستقلة اللي هي الوقت اللي فيه. طب عدد السندوتشات بيخضع لايه؟ تابع لايه؟ تابع للي معايا في فلوس. اذا ده خدوا بالكم، ده تابع وده مستقل. يعني بقول عدد السندوتشات بيتبع لمين؟ بيتبع لما معك من النقود، يبقى عدد السندوتشات بيتبع يعني تابع.
تمام حبايبي، اظن كده يعني دخل مخنا درسنا واستوعبناه. تمام حبايبي، وما تنسوش قناتي للترم الثاني اللي هي قناة براعم مبدعة اللي بتمر في الشريط اللي هننزل عليها دروس مراجعات الترم الثاني كله ان شاء الله. برضو ما تنساش زي ما قلت لك الاربع صور اللي هنا، اضغط على اللي انت عايزه تنتقل اليه مباشرة، سواء اذا كان كتاب التلميذ او المفاهيم السابقة للرياضيات عشان التراكمي او مراجعات الاضواء او مراجعات سلاح التلميذ، ده بالاضافة لعلامة الاي اللي كل شوية بتدي لك رابط من الروابط. وما تنساش كل الروابط اللي انت هتحتاجها موجودة في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا، وإلى اللقاء مع الدرس التالي مع أطيب تمنياتي بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.